التسهيلات التي أعطتها الحكومة في الفترة الأخيرة، هذا لا يعني أن الكورونا من ورائنا، فيجب أن نحافظ على أنفسنا. ونحن أدرى ورأينا ماذا حل بنا في دير الأسد وفي حورة وفي راهط وفي عدة قرى عربية نتيجة عدم المحافظة على تعليمات وزارة الصحة. نحن أدرى وحل ما حل بنا في الأسبوعين الماضيين من وباء الكورونا، وكما هو كان صعب جدا على جميع المواطنين من تخوفات ومن آثار نفسية ومن آثار صحية على جميع المواطنين. نحن اليوم قرأنا بما مدير وزارة الصحة، مدير عام وزارة الصحة، في التخوفات من رجوع الوباء بشكل أصعب في الخريف القادم عندما يمتزج في الإنفلونزا. فالرجاء حتى نمنع رجوع الوباء بشكل أصعب، الأخذ بالحيطة وأخذ الحذر بإرشادات وزارة الصحة، بما في ذلك الكمامات عن الثم والمحافظة على النظافة والمحافظة على المسافة بين الأشخاص. الرجاء المحافظة على تعليمات وزارة الصحة التي تتحدث بشكل مستمر نتيجة تغيرات على أرض الواقع. ونتمنى لكم الصحة والعافية دائما إن شاء الله.